عبر سكايب خلونا نستقبل سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية. سعادة السفير مساء الخير. أهلا أستاذة ندى. طيب بداية وإحنا بنتكلم على العلاقات المصرية الهندية، إحنا بنتكلم على علاقات متجذرة، بنتكلم في علاقات يمكن بدأت في خمسينات القرن الماضي، مرت بعدة مراحل وصولا إلى أن تقلد السيد الرئيس الحكم، زار يمكن الهند مرتين، ولكن زيارة يناير الماضي كانت زيارة فارقة. سؤالي لحضرتك متعلق بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية، سعادة السفير، إلى أي مدى سيؤثر في عمق و يعني طبيعة هذه العلاقة؟ طبعا العلاقات المصرية الهندية زي ما حضرتك تفضلتي علاقات راسخة عبر العصور، وفي بداية الستينات من القرن الماضي أطلقت مصر والهند والزعماء نهرو وناصر حركة عدم الانحياز، فهما دولتان إقليميتان ذوي ثقل، وكلاهما له يعني وضعه وثقله الإقليمي في جنوب شرق آسيا بالنسبة في جنوب آسيا بالنسبة للهند، وفي منطقة الشرق الأوسط وعالمنا العربي والإفريقي بالنسبة لمصر. وبالتالي تلاقي مصر والهند مجددا في هذه الظروف السياسية الدولية الضاغطة وما تتعرض له اقتصاديات دولنا من ضغوط من جراء الحرب الروسية الأوكرانية أو من جراء نتائج سلبية لجائحة كورونا، تستلزم من القوى الإقليمية على رأسها مصر والهند التوافق فيما بينهما وإطلاق شراكة استراتيجية عبرت عنها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيودلهي في 26 يناير الماضي عندما استضافته الهند كضيف شرف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية ليوم إطلاق البرلمان الهندي، أعز المناسبات الهندية. وكذلك السيد الرئيس اليوم يبادل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المجاملة بمنحه وشاح النيل، قلادة النيل التي تمثل أعلى الأوسمة المصرية. بالتالي ترفيع العلاقات لمستوى العلاقات الاستراتيجية معناه هذه الشراكة الاستراتيجية أن هناك تطابق كامل في وجهات النظر شأن القضايا الإقليمية والدولية، أن هناك عزما متبادلا من الدولتين على النهوض بمستوى العلاقات، ربما التجارية اليوم تصل لنحو 7.3 مليار دولار، والاستثمارات الهندية في تزايد 3.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية، لكن هناك أيضا أبعاد أخرى للعلاقات أمنية وعسكرية واستراتيجية عبرت عنها زيارة أيضا سنأتي لها، عبرت عنها زيارة وزير الدفاع الهندي في سبتمبر الماضي للقاهرة. وأعتقد أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك هناك أبعاد جديدة للعلاقات. الهند كما تعلمين هي الاقتصاد المتقدم حاليا للمرتبة الثالثة على المستوى العالمي، وهو اقتصاد يملك أيضا أو الهند تملك أيضا تكنولوجيات رئيسية يمكن لمصر الاستفادة منها، وهي التكنولوجيات الرئيسية لنجاح دولة في النهوض بمقدراتها زي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الفضاء. تملك الهند أقمار صناعية تنموية هامة، ولدينا مع اتفاقية في هذا المجال، وهناك أيضا هندسة الوراثية والصيدلة، وهناك الرينيوبل أو الطاقة الجديدة، هناك التزام من الشركات الهندية بتقديم 18 مليار دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تم التباحث بشأنهم في قمة المناخ في شرم الشيخ توب 27. وبالتالي علاقات مرشحة لأبعاد استراتيجية هامة في توقيت تلعب الدول الإقليمية أو القوى الإقليمية الآن دورا هاما في الدفاع عن مصالحها ومصالح إقليمها. ومصر أيضا مدعوة من قبل الهند للانضمام أيضا مع شركائنا في تجمع البريكس، حيث أن مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية مدعوين للانضمام لهذا التجمع الإقليمي الهام، يضم روسيا والصين والبرازيل والهند، وكذلك إن شاء الله عن قريب مصر. وبالتالي أيضا الهند تدعو مصر لتكون ضيف شرف في مجموعة الـ20. هذه اللقاءات تعكس أو هذه الدعوات تعكس مكانة مصر وقيادتها السياسية والدور الهام المنوط بها على الساحة الإقليمية والدولية. طيب سعادة السفير، بما أن حضرتك اتكلمت على حجم التبادل التجاري، يعني يمكن ما خرج من تصريحات عن طموح لوصول حجم التبادل التجاري
بين الطرفين ل 12 مليار دولار في ال5 سنوات المقبله. اي الملفات، اي الموضوعات من الممكن ان هي تسرع الوتيره والوصول للمستهدف في غضون ال5 سنوات المتقدمه؟ حضرتك ذكرت اكثر من نقطه في غايه الاهميه، ان الهند الان رائده في مجال التكنولوجيا، مصر بدات تخطو خطوات في هذا المجال ايضا، العالم كله بيتحرك نحو الطاقه النظيفه والانتاج النظيف، والهند رائده في المجال ده. هل دي مجالات من الممكن التعويل عليها للوصول للمستهدفات؟ نعم، يعني الرينيوبل انرجي او الطاقه الجديده والمتجدده هامه، والتزام الشركات الهنديه ب 18 مليار في قمه شرم الشيخ دليل على ذلك، اضافه الى ان الطاقه ايضا النوويه السلميه، ومصر مقدمه في الضبع على انشاء مفاعلها النووي الاول، يمكن ان ايضا تبادل الخبرات في مجال الفضاء، التعاون العسكري والصناعات الدفاعيه ايضا هامه، ولكن انشاء مدينه صناعيه هنديه في منطقه اقتصاديه بقناه السويس هامه للغايه، وخاصه ان رئيس المنطقه الاقتصاديه كان في زياره لنيودلهي منذ ايام قليله. الشركات الهنديه كانت تطمح في مكان تستطيع من خلاله التصدير وتستفيد من القدرات في مجال الطاقه الكهربائيه والغازيه المتوفره في مصر، بالاضافه للموقع الاستراتيجي. اظن جامعه تكنولوجيه كجامعه العلوم في مدينه بنغالور الهندية، وهي الأشهر على المستوى، من الأشهر على المستوى العالمي، يمكن أيضا أن تكون إضافة هامة، بالإضافة للأبعاد الثقافية اللي حضرتك ذكرتيها. هناك بوليوود تحقق للهند أرقام ضخمة بالمليارات من المكاسب، نحو 16 مليار دولار سنويا، بما أن مصر أيضا دولة رائدة في صناعة السينما، يمكن تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال. نعم، أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر سعادة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية، شكرا جزيلا لحضرتك.